بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وهذه قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. ومر علينا الكلام عن قصة نوح عليه السلام مع قومه، وقصة هود أيضا مع قومه عاد. وأيضا بنقرأ هذه السنن الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى دعا أو أرسل الرسل يدعون قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الملأ من كل قوم كانوا يقفون في مجابهة الدعوة، كانوا يقفون في مجابهة الدعوة ويصدون الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. ثم تكون النهاية كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى النجاة للطائفة المؤمنة والدمار والهلاك على من كفر بربه وكذب الرسل ورد ذلك الحق الذي جاءت به، كما رأينا ذلك في قصة نوح عليه السلام مع قومه، وأيضا مع هود أيضا مع قومه عاد. وهذه القصة قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. أيضا دعوة الرسل كما بينا هي دعوة واحدة، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه هو أصل الدعوة. أصل الدعوة هو دعوة الخلق إلى توحيد الله، ومعنى الكلام هو تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، معرفة منتجة وضابطة لسلوك الإنسان. فلا ضابط لأقوال ولا لأفعالك إلا من خلال ربط هذه السلوكيات بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وبالتالي ينبغي أن نتعلم كيف نحرك هذه المسألة، مسألة الإيمان بالأسماء والصفات. يبقى فرق بين أن احنا بنتعلم ضوابط الإيمان بالأسماء والصفات وبين أن نحرك هذه المعرفة في واقع حياة الإنسان. فلا ضابط للسلوك ولا للأقوال والأفعال إلا من خلال ربط هذه السلوكيات بهذه القضية، قضية الإيمان بالأسماء والصفات. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك بدأ في بيان وتذكير القوم بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وذكرنا أن هذه من أهم البنود، هو أن نتذكر دوما ما أنعم به علينا ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذه النعم هتوجب على الإنسان أن يقوم شاكرا لله سبحانه وتعالى، عابدا لله سبحانه وتعالى، مقابل ما أنعم الله عز وجل به علينا من نعم. ولذلك بدأ
صالح عليه السلام في تذكير قومه بنعم الله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يعرف القوم بربهم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويتوب على من تاب إليه، ويتوب على من تاب إليه. يبقى التوبة معناها أنهم يقلعوا عن الشرك والكفر بربهم سبحانه وتعالى، ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وينيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويفعلون ما أمر به: إن ربي قريب مجيب فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يبقى يجيب دعاء من دعاه، وكذلك يغفر لمن طلب منه المغفرة، ويتوب على من تاب إليه. ولذلك بينا في سورة المائدة أن الله سبحانه وتعالى لما بين كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة دعاه ربنا سبحانه وتعالى وقال إن الله المسيح ابن مريم، أو قال إن المسيح ابن مريم هو ابن الله، كل هذه أقوال النصارى كما ذكرنا قبل ذلك. فربنا سبحانه وتعالى دعاهم أيضا إلى التوحيد: أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون والله غفور رحيم. دعاهم أن يتوبوا إلى ربهم، أن يقلعوا عن الشرك، وأن يعلنوا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يغفر ذلك هذه المخالفات ويتوب على من تاب إليه. فكذلك أيضا ثم توب إليه إن ربي قريب مجيب، يجيب دعاء من دعاه، ويغفر لمن طلب منه المغفرة، ويتوب ربنا سبحانه وتعالى على من تاب إليه. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يبقى بيتهموه بالجنون أو غير ذلك. وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كانوا يرون فيه الرشد والصلاح، لكن لما دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى انقلب الأمر. وكما بينا أن الملأ دوما يزيف الحقائق، يزيف دوما الحقائق، فيرون في ذلك أنه ليس بعاقل وليس برشيد، لأنه أتى إلى القوم بما لم يكن عليه الآباء، فأباء أولاء كانوا على الشرك والإلحاد. فلما أتى إلى دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى رموه عند ذلك، كما هي السنن الكونية، كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى ده الحال دائما كده، لما لا يستطيعون أن يجابه ما أتى به من ذلك الحق ماذا يفعلون؟ يبقى الطعن في الرسل والرسالات، وده حيلة العاجز، يعني حيلة هؤلاء لما عجزوا عن مقابلة ما جاء به من الحق، أتى بالدليل الساطع والبراهين القاطعة، أتى بالدليل القاطع والبراهين الساطعة على صدق أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. ولكن لما يعجزوا عن هذه المقابلة يبدأون في الطعن في الرسل أو في الرسالات. وقلنا الغرض من كده هو أن ينفروا الناس، أن ينفروا الناس حتى لا يستمعوا إلى ذلك الحق الذي جاء به هذا الرسول أو يدعو إليه ذلك الداعي لدين الله. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. يبقى أتاهم بشيء غريب، يعني في حساباتهم وعندهم إن ده شيء غريب، يبقى ده مخالف لعادة عادات الآباء وكذلك أعراف الآباء. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لماذا كان الشك؟ يبقى في معايير أساسا بنزن على أساس الكلام، يبقى يأخذون الكلام ثم يزنون ذلك الكلام على معايير، ولكن لابد أن تكون معايير صحيحة ليست مقلوبة ولا مغلوطة. ولذلك ردوا هذا الأمر، وأيضا أعلنوا أنهم في شك مما جاء به من ذلك الحق. يا ترى لماذا حكموا ذلك الحكم؟ ما هي المعايير التي على أساسها وزنوا هذه الأمور؟ لكن في الحقيقة ليست عندهم موازين ولا معايير. قال: يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير. يبقى لو استمع إلى كلام هؤلاء واتبع كلام هؤلاء لكان في خسران مبين. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وبالتالي كانت الآية
التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى صالحا عليه السلام هو هذه الناقة. وكانت آية وواضحة، ودي دلالة واضحة تماما أن صالح عليه السلام مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلا وأيده بالمعجزات من جنس ما ورع فيه القوم، وعلى مثلها آمن القوم، فأتى بهذه الآية، آية بينة، وبالتالي دل على صدقه وعلى صدق ما جاء به. ولكن دايما كده لما تكون القلوب مظلمة وسوداء هتنكر ذلك الأمر، تنكر هذا الأمر، فهذه قلوب ختم الله عز وجل عليها فأنا يفقهون فأنا يفهمون. ولذلك قال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. حذرهم يعني إياكم وأن تمسوا هذه الناقة بسوء، وإلا يستجلبون عندها العذاب من ربهم سبحانه وتعالى. فماذا فعلوا؟ فعقروها. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يبقى انظر إلى عتو هؤلاء وإلى بغيهم وإلى طغيانهم، يبقى تعدوا هذه الحدود وقاموا بقتل هذه الناقة. فعند ذلك قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا ندينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن بطش ربك لشديد. فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكن هناك قوم أهلكم ربنا سبحانه وتعالى عن آخرهم، وكأن لم يكن هناك قوم كانوا يعيشون على ظهر هذه الأرض. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. يبقى لماذا كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك؟ بظلمهم لأنفسهم وبكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى وردهم ذلك الحق الذي جاء به صالح عليه السلام. يبقى هذه عبرة وعظة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة وعظة. يبقى لما الإنسان يتذكر هذا القصص يبقى يأخذ منه العبرة والعظة. احذر من المخالفة. ما هو السبب الذي بسببه كتب الدمار والهلاك على أولئك القوم؟ بسبب المخالفة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى هذه نهاية العصيان والمخالفة، نهاية العصيان والمخالفة. يبقى العصيان والمخالفة تستجلب الغضب والعذاب من الله سبحانه وتعالى. احذر أن تتعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى بمخالفته وبظلمك لنفسك بردك ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ثم ينتقل بعد ذلك الكلام عن إبراهيم عليه السلام وعن لوط عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءهم قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قال وقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك
فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنهم مصيبوها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تبشره بالولد، تبشره بإسحاق، أتته بهذه البشرى تبشره بإسحاق، قالوا سلاما، قال سلام. فإذا دخل الناس أو دخلوا على القوم يبقى كانت التحية والسلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيز، وده إبراهيم عليه السلام كان يعرف بتضييف للأضياف، فهذا كان من كرم إبراهيم ومن سخاء إبراهيم عليه السلام ومن جود إبراهيم. فما لبث أن جاء بعجل حنيز، أتى بعجل سمين ومشوي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يبقى لما رأوا أنهم لم يأكلوا من ذلك العجل الحنيذ نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأنهم أضياف وبالتالي كان يقوم بتضييف هؤلاء الأضياف، وقدم لهم ذلك العجل السمين ولكنهم لم يأكلوا. طبعا هؤلاء ما كان يعلم أنهم ملائكة، حتى قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. يبقى هم جاءوا في سورة شباب مرد، يعني لهم صورة من الجمال، يعني على صورة جميلة، وكذلك أيضا كانوا مرد يعني لا لحية لهم، فعلى ذلك هو ظن أنهم يعني أضياء أغراب، فقدم لهم واجب الضيافة. ولما لقى أنه ولما وجد أنهم لم يتقدموا لذلك الأكل، أنهم ما كان يعلم أنهم ملائكة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة على خدمة الأضياف. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى طبعا زوجته سارة، وإلا هاجر طبعا ولدت إسماعيل، لكن هذه البشرى كانت بولدي إسحاق من سارة، من امرأته سارة. فامرأته قائمة فضحكت فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. لما بشروها بهذه البشرى تعجبت، لأن هذا على عكس العادة، على عكس العادة، هي امرأة عجوز وبعلها شيخا، يبقى على ذلك وكأن أسباب الإنجاب يعني مقطوعة، يعني كأن أسباب الإنجاب مقطوعة، فعلى ذلك يبقى هي امرأة عجوز كبيرة في السن، وفي غالب الأحوال جرت العادة أن هذه المرأة في هذه السن لا تلد، وبعلي شيخا يبقى رجل أيضا كبير، وبالتالي يبقى أيضا جرت العادة أنه في مثل ذلك السن لا يكون منه الإنجاب، فتعجبت من ذلك الأمر، ولذلك قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يبقى هي بتتعجب لأن هذا أمر مخالف للعادة، جرت العادة إن الزواج بيبقى الإنجاب في سن مبكرة، لكن لما بتصل المرأة إلى هذه السن المتقدمة في غالب الأحوال بينقطع عنها الإنجاب، وكذلك لما بينقطع عنها الحيض لغير ذلك، فيبقى ده علامة على عدم الإنجاب. وكذلك أيضا هذا بعل أو شيخ كبير، يبقى لما بيتقدم الرجل في السن في غالب الأحوال أنه لا يكون منه الإنجاب، فهي التعجب لأن هذا أمر مخالف للعادة. يبقى هي ليس التعجب لعدم قدرة الرب سبحانه وتعالى، لا، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولكن المقصد من التعجب أنها تعجبت أن ده أمر مخالف للعادة، لكنها تعلم قدرة الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك قال أتعجبين من أمر الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك الأمر، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يبقى إن ربي سبحانه وتعالى حميد مجيد، يبقى وصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات، حميد هو المحمود سبحانه وتعالى في أفعاله، وهو المحمود سبحانه وتعالى في صفاته. فالله تعالى له الكمال المطلق وله صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى، مجيد سبحانه وتعالى عظيم الصفات وواسع هذه الصفات. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط،
أنهم قالوا له إن أرسلنا إلى قوم لوط، ولما ذهب الخوف من خوف إبراهيم عليه السلام من هؤلاء القوم وأوجس منهم خيفة، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يوصف بهذه الصفات حليم واسع الصدر ليس سريع الغضب أواه ومنيب، يبقى بيعود إلى رب سبحانه وتعالى متضرع إلى الله عز وجل في كل الأوقات، رجع إلى الله عز وجل. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنهم قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الأمر قضي الأمر وقضي الأمر، وربنا سبحانه وتعالى قضى على هؤلاء القوم بالهلاك والدمار. لذلك قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، ليس هناك مجال للمجادلة، ليس هناك مجال للمجادلة، ولكن أتى ذلك الأمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله عز وجل لابد أن يكون نافذا. إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لأنهم أتوا في صورة يبقى صبيان أو شباب مرض وعلى صورة جميلة، فضاق بهم ذرعا. لوط عليه السلام ما كان يعلم أن هؤلاء رسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ما كان يعلم أن هؤلاء ملائكة رسل أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى لإهلاك هؤلاء القوم على ما كانوا يفعلون من الفواحش والمنكرات. لذلك لما جاء رسول لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أنه ما كان يعلم أنهم رسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولذلك وقال هذا يوم عصيب، يبقى هيعمل ايه مع قومه. وجاءوا قومه يهرعون اليه، اول ما وصل الخبر الى مسمعهم اتوا بسرعه فائقه، وكانوا يعني ومن قبل كانوا يعملون السيئات، بيرتكبوا طبعا يعني هذه الفاحشه التي ابتدعوها في اتيانهم للذكران دون النساء. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يبقى عندكم النساء، وربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة لذلك لكي يستمتع بها الرجل، ولكن كان استمتاع هؤلاء الرجل يستمتع بالرجل، الرجل يستمتع بالرجل، يبقى لذلك قال هؤلاء يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. عندهمش عقول يعني، دول أضياف وبالتالي لا تؤذون هؤلاء الأضياف. قال قد علمت لنا في ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يبقى في هذه اللحظة تمنى لو كان عنده عصبة قوية لا يعني قابل هؤلاء بالضرب والهلاك، أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. كشفت الملائكة عن نفسها للوط عليه السلام وقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. وطبعا ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يبقى ما كانش بتفعل الفاحشة ولكن كانت بتخبر بهؤلاء الأضياف الذين يأتون إلى لوط، لوط عليه السلام، يبقى كانت تخبر بأمره كحال أيضا امرأة نوح. فضرب الله عز وجل المثل بالذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يبقى كفر هؤلاء إنهم كانت على مع قومها وكانت أيضا تخبر بأمثال هذه الأمور، يبقى لما جاءوا الأضياف ما أخبرهم إلا امرأة لوط، وبالتالي أتى القوم في سرعة فائقة يريدون أن ينالوا من هؤلاء. ولذلك قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل، يبقى في الظلام بالليل يبقى يسير ويبعد عن هذه القرية، لأن أتى الأمر بإهلاك من كان في هذه القرية. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بالقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل عاليها سافلها، وكذلك كان ذلك المطر من الحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فأهلك الله عز وجل هؤلاء القوم ذلك بما عصوا،
وكانوا يعتدون. يبقى إيه السبب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده طبعا شؤم المعصية والمخالفة، بيستجلب الإنسان على نفسه بالمعصية والمخالفة العذاب، بيستجلب على نفسه العذاب، كما أن الإنسان بيستجلب رحمات الرب سبحانه وتعالى بالطاعة، فالمعصية بيستجلب بها الإنسان أيضا العذاب على نفسه. احذر من عصيان الرب سبحانه، احذر من المخالفة. ما حدث ما حدث مع هؤلاء القوم إلا بسبب البغي والطغيان، وأنهم يتعدوا الحدود التي حدها لهم ربنا سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم تنتقل الآيات إلى قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وارزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا نراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهرية، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. هذه قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين، وهذه أيضا كانت نهاية هذه الأمة، هؤلاء الذين كفروا بربهم، وهؤلاء الذين كذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاء به شعيب عليه السلام، كانت نهاية هذه الأمة الدمار والهلاك، وكان النجاة لمن آمن مع شعيب عليه السلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى الدعوة دائما، صلب الدعوة أو أساس الدعوة، أصل الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، تعريف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى، معرفة منتجة للسلوك. فلا ضابط لسلوك الإنسان لأحوال الأقوال الأفعال إلا من خلال ربط هذه السلوكيات بقضية الإيمان بالأسماء والصفات. يبقى الإنسان لابد أن يتعلم كيف أحرك هذه القضية، كيف أعيش مع القضية. يبقى مش دراسة ضوابط الإيمان بالأسماء والصفات وبالتالي يبقى لا نسمى الرب إلا بما تسمى به، وهذه الصفات يبقى كما وصف الله عز وجل به نفسه وصفه به النبي، وبالتالي لا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، يبقى مروها كما جاءت، يبقى نفوض الكيف الله عز وجل، والمعنى معنى مدرك ومعلوم. فكل دي ضوابط، لكن ازاي احرك الامر كما ضربنا بذلك المثل، يبقى ربي سبحانه وتعالى سميع، فما اثر هذه المعرفه في سلوكياتك. يبقى ما فيش ضابط لكلامي ابدا الا من خلال ان انا اربط الكلام بهذه الصفه، صفه السمع لله سبحانه وتعالى. يبقى لما انا استصحب هذه المعرفه يبقى حنمتنع عن الغيبه، عن النميمه، عن الكذب، عن كلام المستقبح وعن الزور، وحنجد ان هو المقابل حنكثر من التسبيح، من الاستغفار، من التوبه، قراءه القران، من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، من ذكر الله سبحانه وتعالى بصفه عامه، يبقى لان ربي سبحانه وتعالى سميع. يبقى لا سبيل ان املك اللسان الا من خلال هذه المعرفه، معرفة منتجة للسلوك، ضابطة للسلوك،
يبقى أقوال أنا حزن القول قبل أن أتكلم به، بل إن عشان أبتعد عن اللغو ما فيش سبيل أبدا إلا أن أنا أستصحب أن ربي سبحانه وتعالى سميع، أن ربي سبحانه وتعالى سميع، فده حيمنعني من كثرة الكلام حتى في الكلام المباح، طالما أنه هو لا داعي ولا حاجة إلى ذلك الكلام مش هيمنعك منه إلا لما أستصحب هذه المعرفة، يبقى معرفة منتجة. لما أنا حركز كده وأؤكد على نفس الأمر هنجد يعني أجاهد نفسي حتى بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونتي ومد سبحانه وتعالى أملك ذلك اللسان، فإن تكلم لا يتكلم إلا بخير. يبقى ده يعني مستوى أمر مستهدف، إن أنا إن تكلمت لا أتكلم إلا بخير، يبقى ده أمر مستهدف لو أنا حركز فيه، يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله سبحانه وتعالى حنصل مع لما نربط هذا السلوك بالكلام، يبقى بهذه الأسماء والصفات، فيبقى دي المعرفة المقصود. ولكن كلنا بنعرف أن رب سبحانه وتعالى سميع، لكن فين أثر المعرفة دي؟ ما هو اللي بيختاب عارف، واللي بينم عارف، واللي بيكلم كلام المنكر عارف، واللي بيكذب عارف، واللي بيكلم الكلام الزور عارف الكلام ده كله، واللي أيضا بيصدر منه اللغو في الكلام عارف الكلام ده كله، لكن هي بقى معرفة لكن لا رصيد لها في واقع حياتي، لا ده هي معرفة، يبقى مفيش ضابط أبدا لسلوكي وإلا لما أستصحب هذه المعرفة. يبقى فرق ما بين إحنا عارفينه، فرق ما بين إن أنا يعني أعيش مع هذا الأمر وأتعايش مع ذلك الأمر. يبقى على ذلك يبقى إزاي أربط السلوك بالأسماء والصفات؟ نسمع إيه اللي بيخليك إنك أنت لا تكذب؟ يبقى ان رب سبحانه وتعالى سميع. ايه اللي بيخليك انك انت تصدق في القول؟ ان رب سبحانه وتعالى سميع. ايه اللي بيدفعك للدعاء؟ ان رب سبحانه وتعالى سميع. ايه اللي بيمنعك من الغيبه؟ ان رب سبحانه وتعالى سميع. يبقى استصحب المعرفه دي، يبقى ده المطلوب اساسا، وبالتالي يبقى لازم احنا نتعرف على الله عز وجل معرفه، يبقى لابد من انزال المعرفه دي الى القلب. لو نزلت القلب هينشا بقى الاجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ينشا الاجلال والتعظيم هنراه في واقع الحياة بتعظيم الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى ونواهيه. إنها الله عز وجل عن أمر يبقى أبعد ما نكون عنه، إن أمر الله سبحانه وتعالى بأمر يبقى أول من يستجيب لذلك الأمر. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. يبقى القوم دولت اشتهروا بذلك الأمر، يبقى كان عندهم خلل في مسألة الموازين، يبخسون الناس أشياءهم. لذلك احنا ما بنيجي نعود الى سورة المطففين ويل للمطففين، ده التصفيف ده شيء يسير قد لا ينتبه اليه الانسان، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، دي نفسية المطفف اهو، كل حاجة يبقى لصالحه، يبقى الموازين دي لصالحه، ان كان بيشتري او ان كان بيبيع، كان بيبيع يبقى الميزان لازم يكون لصالحه، كان بيشتري يبقى الميزان لصالحه، مع ان حاجات طفيفه يعني، وين المطففين ده تطفيف، يعني التطفيف ده حاجه بسيطه جدا، ولكن دي النفسيه، يعني هذه نفسيه المطفف. يبقى وين المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى انت انتبه، ايه اللي بيخلينا اضبط الكلام ده؟ ايه اللي ما خلاكش تطفف في الميزان وكذلك لا ترتكب المعاصي؟ رؤيه الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يعني احنا عارفين كده، اللي بيرتكب المخالفة عارف الكلام ده، أنهم مبعوثون بعد الموت وأنه يحاسب ويجازى على أعماله، لكن بيتمادى في المخالفة، بيتمادى. يبقى لو احنا سألناه يعني ألا تؤمن أنك مبعوث من بعد الموت؟ قال أنا نؤمن أنني مبعوث من بعد الموت. طب لماذا كانت المخالفة؟ يبقى المعرفة شيء والتطبيق عنده شيء تاني، لكن لو مستصحب الأمر ده لو هيستصحب الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى سيسألني لماذا تكلمت بهذه الكلمة؟ لماذا فعلت هذه الفعلة؟ ماذا أقول لربي؟ لما يستصحب كده يبقى هو بيضبط السلوكيات، يبقى قبل ما يتكلم بالكلمة يبقى بينظر كده، لو سئلت عن هذه الكلمة عند ربي ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ يبقى لو كانت الكلمة دي يعني تستجلب رضا رب سبحانه وتعالى لنطق بها، إن كانت هتستجلب سخط رب سبحانه وتعالى يبقى هيمسك اللسان، هيمسك اللسان. إيه اللي دفعه لكده؟
رؤية أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه مسؤول وأن أعماله ستعرض على الرب المعبود سبحانه وأنه سيجازى على ذلك. يبقى رؤية الآخرة واستصحاب هذه الرؤية دوما، يبقى تصور الآخرة بيستصحب هذه الرؤية دوما، مش بيغفل عنها، لا ده هو بيستصحبها دايما، وبالتالي يبقى ده هيضبط سلوك هذا الإنسان. ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إيه اللي بيدفعك؟ يعني إيه اللي بيدفعك للتصفيف؟ إني أراكم بخير، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم، يعني أنعم عليهم بنعم. يبقى تخيل لما يكون إنسان غني ويطفف الميزان، طب أنت ماذا تريد من التصفيف؟ ماذا تريد؟ يعني أنت عندك ما يكفيك، بل أزد ما يكفيك، ولكنه يطفف. ده نفسية، يعني هذه نفسية. ولذلك يبقى لما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن لما يكون حاكم كذاب، إيه اللي يدفعك للكذب؟ إيه اللي يدفعك للكذب؟ فيبقى ده خلق سيء موجود. فلذلك بيذكروا بنعم الله، إني أراكم بخير، يبقى أنعم الله عز وجل عليهم، هم لا يحتاجون إلى ذلك. لعل يكون المبرر أنه هو بيطفف الميزان لأنه يعني يحتاج إلى الماء، ده هم لا يحتاجون إلى ذلك، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالنعم، وربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المعايش. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، لا يفلت منه إنسان. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، عدل أساسا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ده إفساد. أي معصية هي إفساد في الأرض حتى لو كانت من الصغائر، يبقى أي معصية حتى لو كانت الصغائر هذا إفساد في الأرض. وبالتالي يبقى تخيل بقى أي معصية بتصدر منك حتى لو كانت الصغائر أنت تشارك في الإفساد في الأرض. أنت ما نقولش بقى تيجي إيه ده هي ما يعني إلى جوار ما يفعل الناس من الكبائر والذنوب الكبيرة، فعلى ذلك احذر، هذا اشتراك مع القوم في إفسادك في الأرض، أنت من المفسدين في الأرض. يبقى حتى لو كانت بالصغائر فإياك أن تستهين بالصغيرة أبدا، ولكن علينا بالتوبة والاستغفار والإقلاع. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يبقى ده أساسا يعني العامل الأساسي للإقلاع عن الذنوب والإيمان، ده مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، الإيمان يوجب على الإنسان إن هو يقلع عن المعصية والمخالفة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، يعني هو لا يحفظ الأعمال ولكن عليه بالبلاغ. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني طبعا بيستهزئ بشعيب عليه السلام، يعني هذه العبادة التي تعبدها تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، احذر من التقليد الأعمى، احذر من العادات والأعراف. يبقى في عادات وأعراف لابد أن احنا نزنها بميزان الشرع، العادة الموافقة للشرع يبقى هنعتمدها، العادة المخالفة لابد من إقصائها وإبعادها. فلذلك قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ده مالي أفعل فيه ما أشاء، لكن الإنسان يعلم أن هو أيضا حدود التصرف في المال، يعني حدود التصرف، أنت عبد لله حتى فيما ملكك الله عز وجل من مال، أنت عبد فلا تتصرف في مالك إلا بما أمرك ربك سبحانه وتعالى، إلا بما أمرك ربك سبحانه وتعالى. يبقى أنا ليس لي الحق أن أتصرف في ذلك المال كما يحلو لي، ولكن لماذا أعطانا الله عز وجل المال؟ لماذا؟ هل لكي يحقق رغباتي، شهواتي، ملذاتي، ولا لماذا أعطانا الله عز وجل؟ يبقى المال ده وسيلة، هذه وسيلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا المال وبين لنا كيف نتصرف في ذلك المال. لكن هؤلاء يعترضون على شعيب عليه السلام، هذه العبادة التي تعبدها تأمرك أن احنا نترك عادات الآباء وإن احنا أساسا نتصرف في أموالنا كيفما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. طبعا ده بيستهزئ به، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم،
ده استهان به. فهم أيضا لأن إنك لأنت الحليم الرشيد، ده أنت عاقل جدا، زي ما كده إنسان بيتكلم بكلام يقوله ده أنت عاقل جدا، مقصده بذلك الاستهزاء والتنقص من شأنه. فهم كذلك أيضا إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني يستهزئون وينتقصون من شأن شعيب عليه السلام. قال يا قوم، ولكن انظر إلى الداعية لا يغضب، قلنا لأن مع الغضب يبقى لا يملك هذا الكلام، ولكن يعني هو أيضا يسيطر على نفسه، يسيطر على نفسه، واسع الصدر وكذلك ضابط لأمره. فلذلك شعيب لم يغضب، وإلا لو كان ذلك الغضب ما تمكن من عرض القضية على القوم. فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يعني هو لا يحتاج أبدا يعني لأموالهم أو غير ذلك، يعني هذا رزق ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينافس القوم لا في التجارة ولا غير ذلك. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يبقى أيضا الداعي لدين الله سبحانه وتعالى احذر يعني أن يرتكب المنكر الذي ينهى الناس عنه، ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أقع في ذلك الأمر الذي أنهاكم عنه. وبالتالي بقى الإنسان لابد أن يكون الداعي ضابطا لسلوكه، ضابطا لسلوكه، لا تأمر الناس بالابتعاد عن الكذب ويكذب، لا تأمر الناس بألا يفعلوا كذا وأنت تفعل هذه المنكرات. فلذلك احذر يبقى حتى يكون الكلام مؤثرا في الناس، لابد أن تكون ضابطا لسلوكياتك، وهذا الأمر تنهى الناس عنه وعن هذه المنكرات لابد أن يكون أول من أقلع عن هذه الأمور. وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. دائما الداعي لدين الله سبحانه وتعالى رجع إلى ربي سبحانه وتعالى، يعلم أن الأمور تمشي وتسير بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، ينقلع من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وأما قوم لوط منكم ببعيد، بيذكرهم بما حدث للأمم السابقة التي خالفت والتي رد ذلك الحق وكذبت الرسل وكفرت بربها، ماذا حل بهم؟ ماذا حل بهم؟ للعبرة والاعتبار والإتعاظ حتى لا يحدث معنا ما حدث مع الأمم السابقة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أيضا دعاهم أن يستغفروا ربهم سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه، يقلعوا عما هم فيه من الشرك والمعاصي ومن أيضا هذه المخالفة، وأن يطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب كيف ردوا ذلك القول، كيف استقبلوا ذلك القول؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفة، ولو رارهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يبقى ردوا ذلك الكلام، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني هم لم يفهموا الكلام ده، هو ردوا الكلام، بيردون عليه الكلام، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. كل ده نوع من أنواع الاستهزاء والاستهانة بشعيب عليه السلام. وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني ليس له مكانة ولا منزلة، ولو رهتك لرجمناك، لولا القبيلة بتاعتك والعشيرة لرجمناك، ما كنا نتراجع في قتله، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قومي أراهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذرية، إن ربي بما تعملون محيط. يبقى كيف يتركون ذلك الأمر من ربهم سبحانه وتعالى، ولولا أنه من قبيلة أو عشيرة قوية لا فعلوا به الأفاعيل. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. صيحة واحدة يبقى قطعت قلوب هؤلاء وماتوا عن آخرهم، وماتوا عن آخرهم كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، كما حدث بثمود
لما كفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاء به صالح عليه السلام، كذلك فعل ربنا سبحانه وتعالى بمدين قوم شعيب لما كفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاء به شعيب. وهؤلاء نهاهم عن هذه المعصية، أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم، وبالتالي كانوا لا يفون بالميزان، لذلك أمرهم يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى هذه معصية، احذر. عشان كده ويل للمطففين، ويل. يبقى ربنا سبحانه يتوعد المطفف في الميزان، وبالتالي يبقى انتبه إلى التصفيف بصفة عامة، التصفيف الميزان يبقى ده علامة على العدل والإنصاف، علامة على العدل والإنصاف. يبقى الوزن يبقى العدل والإنصاف. إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويتذر العدل أساسا. المطفف ده يبقى هتجده ظالم، ليس عنده عدل ولا إنصاف، لكن حقوق لابد أن توفى وحقوق لابد أن تؤدى، احذر. فيبقى هذا هو الميزان، احنا لك موازين بنزن على أساسها، وميزانك لابد أن يكون هو العدل والإنصاف. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، كما حدث بثمود حدث أيضا مع مدين، على الرغم أن شعيب عليه السلام يعني نبه القوم وقال لهم لكم العبرة فيما حدث مع قوم نوح وحدث مع قوم هود وحدث مع قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، أقرب مثل لكم هو، فماذا حدث مع هؤلاء؟ ولكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا فوقعوا فيما وقع فيه القوم، فنزل عليهم العقاب من ربك سبحانه وتعالى، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.